قد يتوجه منه. هذا الحين مشوف النرويجي مشوف الربع من الشيء كل شيء. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أجل نأخذ من أبو ديها قصيدة من قصائدها الجميلة. يقول يقو ضيقة ضميري دونها بسمة شفاي أنا رهين أمرين حزن وتقوي من صمت يد ذباح يحييني إحكاي ولا يميت إزعاجي إلا هدوي. يا سلام. أنا أبساطي رجم والنجم مركاي سود الليالي ما تطمن علوي. يا سلام. من داء وجد الروح وجداني إدواي لراود القلب الشعور المغوي الاعتدال وحكمة العقل مبداي إلا المحبة زاد فيها غلوي الجادل اللي حركتني من أقصاي قمت أتخيلها من الشوق تو لبطيت من شوف أجمل أحلام دنياي كني ورا الأضلاع شبيته ضوي وشفتها يطفي زعل قلبي رضاي وارحب بصوت الحنين المدوي أول نفس لي في الهواء وآخر مناي عيني لا شافت زينها زان جوي إذا شغلت فكري معاد أحكم الرأي ومعاد أميز صاحبي من عدوي لوصالها مشاعري تسبق خطاي عجل بشعوري واستطيع التروي لجيتها هلت دموعي وانا جاي اجل لجيت اروح وشني تسوي من عين نفسي طحت وسبها بكاي دمعي ثقيل وما هقيته يهوي. سلام حسان الله يلوم اللي يلومك. هاي ابو سعود قصيدة ابن اللي شلها بن فصلان. ها انا عارف انها تطلب من واجد الراس مرفوع. ايه